نذهب إلى صحيفة المجهر السياسي، والشعبي يرفض تسليم قائمة المشاركين في الحكومة المقبلة ويلوح بالانسحاب من الحوار. نقرأ تفاصيل هذا الخبر من المجهر السياسي. رفض المؤتمر الشعبي تسليم قوائم المشاركين من قياداته في الحكومة الجديدة على المستوى الاتحادي والولائي في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، بعد العرقلة التي صاحبت إيداع ملحق التعديلات الدستورية الخاص بالحريات إلى المجلس الوطني لإجازته. وتمسك حزب المؤتمر الشعبي بقرار قيادته الأخير والمشروط بالمشاركة، وتعتزم قيادات من المؤتمر الشعبي الدفع بمشروع قرار للمؤتمر العام الذي تجرى الترتيبات لانعقاده خلال الأسابيع المقبلة ويقضي بإعلان الانسحاب رسميا من الحوار. طيب الآن كيف يمكن معالجة يعني أزمة التعديلات الدستورية وهذا الجدل الكثيف المثار حول هذه التعديلات؟ والله أنا أرى الآتي، أنه هو جدل كثيف كله تم في موضوع الزواج والمرأة تزوج بوليها أو بغير ولي. أما جوهر الموضوع اللي ينبغي أنه الناس يتجادلوا فيه، ما حصل فيه جدال. نحن نتكلم عن الحريات العامة، نتكلم عن تقليص صلاحيات جهاز الأمن، نتكلم عن حريات الصحفية، نتكلم عن ضمانات حقوق الإنسان. فإذا بهم القوم انخرطوا في حوار حول يعني هل تزوج المرأة بوليها أم بدون وليها، يعني دي كانت النقطة. ده كلام انصرافي، وده كلام فيه تغبيش للرؤية، وفيه يعني إطلاق دخان كثيف جدا على موضوع التعديلات. من الأسهل الآن بيتكلم عن التعديلات الجوهرية التي ينتظرها الشعب السوداني. الآن الحديث كله عرس وطلاق، يعني ده كلام شنو، يعني ده كلام غير معقول تماما يعني. وانطلت الحيلة ينبغي على الجميع، والناس انشغلوا كلهم بأنه وأصبح موضوع التنكت وغيره، أنه المرأة تتزوج كيف وما تتزوج كيف وتطلق كيف وما تطلق يعني كأنك تقول في حين أنه نحن يعني جميعا في السودان نعلم أنه ما في امرأة سودانية تزوجت من غير وليها، إلا إن كان أصلا ما عندها ولي، يعني أنه هي وحيدة أو يتيمة أو هكذا يعني. لكن ده شيء غريب جدا أنه يسار مثل هذا الأمر، لأنه أنا حسب ما أعلم أنه المرأة السودانية تبحث في العائلة إلى أبعد مدى بحثاً عن ولي ليحضر كتابه. أستاذ محمد، وكأنك تقول أن يعني هذا الحديث هو تعتيم. نعم بالضبط، هذا تعتيم على موضوع الحقيقي الذي ينبغي أن يبحث في التعديلات الدستورية، وهو يتعلق بالحريات، الحريات العامة، الحريات الصحفية، وكل الليستة بتاعت الحريات، حقوق الإنسان، والحد من تغول جهاز الدولة على هذه الحريات، وبالذات جهاز الأمن. التعديل اللي جاء في هذه الورقة اللي قدمها الشعبي انه فقط من صلاحة جهاز الامن انه يعني يدي يعني استشارته للدولة ولا يقبض، يعني تقبض الشرطة او تقبض بشكل مقنن وبشكل فيه نيابة وفيه تحقيق، وانه بعدين حتى القبض ذاته مقنن بمدى الشهر الاول، بعد ذلك اذا ما في شيء لازم يطلق سراحه. والان بالرغم من انه النص ده موجود في دستور، كان موجود كان في دستور 2005، الا انه جهاز الامن ظل يمارس هذه الصلاحيات دون اكتراث للدستور، وبالتالي لا معنى له. يعني ما لم تتغير طريقه التفكير وتتغير رؤيه الاجهزه الدوله لهذه للدوله نفسها، لا معنى للكلام المكتوب، يعني لانه لن يحترم. هل سينسحب المؤتمر الشعبي من الحوار؟ انا اعتقد انه لن ينسحب. المؤتمر الشعبي الان هو يعني يتمسك بقشه ويحاول ان يعني يستفيد منها اعلاميا، لكن المؤتمر الشعبي قطع شوط طويل في الانخراط في الحوار وفي نتائج الحوار ومخرجات الحوار. طيب، وتاخير اعلان الحكومه الى هذا الوقت هل سيؤدي لمزيد من الخلافات مع الاحزاب المشاركه؟ والله طبعا حكومه المؤتمر الوطني في الاول اغرت كل المشاركين في الحوار، يعني بالمساله فيها استفزار وفيها وظائف وفيها كده، والان وضح تماما انه يعني اي زول له حقيبه، اي حزب صغير كبير ده له حقائب يعني، وبالتالي الحكومه دي اللي يضربوها في عشرة يعني حتى تكفي الناس دي. يعني الان الحكومه فيها 70 وزير او 65 وزير ووزير، ولسه ما زال هنالك استحداث لوزراء ووزارات جديده، معتمدين وغيره يعني، وبالتالي ومساعدين للرئيس ومستشارين وغيره يعني. المساله لا ينبغي ان تفهم هكذا يعني. أنا أعتقد أنه الحكومة لو كانت جادة لكان وضعت كل القوى السياسية دي أمام مسؤوليات أنه يكون في تحول ديمقراطي حقيقي، ويكون في مجلس يعني مجلس وطني يعني يمثل هذه القوى،
وبعد ذلك نعتقد انه من يحكم هذه المناصب التنفيذيه بالذات في ظل النظام الرئاسي. والمسألة يبدو انها كلها محتاجه لاعاده، يعني ما حدث ده كله كان تهيئة للمسرح، المسرح الحقيقي لم يبدا بعد. بالرغم من التصريحات التي ترى انه والله احنا لن ننتظر المعارضين وليمشوا، يعني بعد هذا القطار تحرك ولن ينتظر احدا وكذا، لكن القطار حقيقه لم يتحرك. ومن ينتظرهم الحوار هم الناس اللي يعني هم اللي حيحلوا المشكله، يعني لا يوجد حل للمشكله دون مشاركه الحركات المسلحه، لانه هذا يعني وضع السلاح على الارض. بدون هذا لن يكون هناك سلام ولن يكون هناك يعني وئام ولن يكون هناك اثار.